العلماء في القديم كان الواحد منهم يربي الطلاب على هذا الأمر: لا تقليد لا تعصب. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام. لو نظرنا في الفرق الضالة نسأل العافية والسلامة نجد أن كل فرقة ضالة لها رأس، هذا الرأس إنسان غير معصوم، وأهل السنة انتسبوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى معصوم النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا تجد أهل السنة والجماعة على جناحي طائر، خوف ورجاء، وساروا في هذا الطريق حتى يعني لقوا الله سبحانه وتعالى.